عدلة جاب الهدف التاني في مباراة. هما بيلعبوا مين يا جماعة؟ انبي. 2-0 لدجلة على انبي. واضح ان دجلة ايضا بتستفيق بعد الفوز الاخير على المقاولون بنتيجة 1-0، فالامور ماشية كويس بالنسبة كمان للجونة. فايزين اهو، او فازوا النهاردة على طلائع الجيش مع كابتن رضا شحاتة في تاني انتصار ليه بعد ما فازوا على بيراميدز. فيعني امور بتتغير في الدوري المصري، كل حاجة تتغير، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي هو اللي يفضل زي ما هو كده باذن الله تعالى. نبتدي باخبار اليوم، واللي بتتكلم على ان الاهلي بيضع الرتوش الاخيره لحسم صفقه المهاجم الافريقي. قلت لحضراتكم من يومين ان باذن الله باذن الله هنتفاجئ باعلان النادي الاهلي الرسمي عن تعاقد مع المكان المتبقي بالنسبه للفريق في خلال الفتره الجايه. ان شاء الله هيبقى في اعلان رسمي من قبل النادي الاهلي، التوقيت ده اللي بيحدده المسؤولين في النادي الاهلي. الفريق يستعد للقاء التحدي معنويات الفوز على الدرويش، طبعا معنويات مرتفعه جدا، وفوز النادي الاهلي كان على الدرويش مهم جدا، وداخل على مباراه ايضا غايه في الاهميه مع الاتحاد السكندري، ان شاء الله مستعدين ليها بكل قوه. نروح للمسا. المسا بتتكلم على ان الاهلي فتح خلاص صفحه الوصيف بسرعه، وهو الاتحاد السكندري اللي عنده 20 نقطة وانت 21 بانتصاراتك المتتالية، ما شاء الله لا قوة الا بالله. فمباراة من هنا جاية صعوبتها البالغة، وان فريق الاتحاد معنوياته مرتفعة جدا، مدير فني جيد جدا، خط هجومي مميز، فريق متكامل، فبالتالي مباراة صعبة بكل تأكيد. الاهلي بيذاكر الاتحاد السكندري، مستر فايلر ومعاونيه اكيد بيدرسوا الفريق بشكل مميز جدا عشان يشوفوا التعامل معاه هيكون ازاي، وباذن الله ينجحوا في التعامل. فايلر يفكر في خطة التفوق والفوز الثامن بخلاف عدد المباريات الفوز المتتالي، هو الراجل عايز يكسب. التفوق هيكون ازاي؟ من خلال دراسته ومعرفته بكل نقاط القوة الضعف بالنسبة لفريق الاتحاد السكندري، الفريق المنافس في المباراة القادمة. نروح للمصري اليوم، وبتتكلم عن مكافأة الأهلي للاعبيه بعد تخطي عقبة الدرويش، وكله بيبقى طبقا للائحة. طبعا فوز كان صعب قوي على فريق كبير زي الدرويش، فالاستثناءات ما اعتقدش انها هتكون في التوقيتات دي، لكن في نفس الوقت في لائحة فوز، لو وصلت مثلا لعدد مباريات فوز متتالي بيبقى ليك شيء معين، كلها امور معمول حسابها، ما تقلقش خالص في النادي الأهلي الحاجات دي بتبقى معمول حسابها اول باول. يعني فايلر يشيد بالروح العالية للاعبين امام الاسماعيلي، وده كان واضح جدا، وبيحذرهم من مفاجآت الاتحاد. ان شاء الله ما فيش مفاجآت ولا حاجة بإذن الله، الأهلي يكون موفق. نروح للشروق، ودي جزئية غاية في الأهمية، خبر الشروق ده، وهو الكابتن سيد عبد الحفيظ كان قاله بعد الماتش. يعني قال إيه؟ الأهلي يهدد بطلب تعويض من اتحاد الكرة في حالة تعديل الاستبدال. الجزئية دي غاية في الأهمية ليه بقى يا جماعة؟ لأن إحنا زي ما إحنا عارفين في عدد من الأندية، وإحنا شرحنا القصة دي مرارا وتكرارا على مدار فترات كتيرة سابقة يعني. لكن في كل الأحوال الأهلي كان ناقص له مكانين، جاب كهربا ناقص له مكان، هيجيب لعيب، تمام؟ الزمالك ناقص له مكان واحد، تمام؟ بيراميدز مش ناقص له ولا مكان، احنا بندي مثلا امثال. المقصه نفس الموضوع ولا مكان. ففي كل الاحوال في ضغط على اتحاد الكوره عشان يتم تعديل لائحه الاستبدال. في ضغط، الناس عايزه تفتح الاستبدال، ما يبقاش خمسه بقى خلاص. في ناس ما عملتش حسابها من اول الموسم، الاهلي كان عامل حسابه ونجح في كده في الحقيقه، وفي بعض الانديه الاخرى عامله حسابها في الحقيقه برضه، يعني زي سموحه عاملين حسابهم في ثلاث لعيبه. فكل الامور دي كانت مهمه، فبالتالي في فاتوره النادي الاهلي عمل حسابها في بدايه الموسم، هو اللي هي ايه؟ فاتوره هو دفعها خلاص. ناس مشيت، ناس طلعت اعاره، ناس مشيت بفلوس قليله جدا، ناس مشيت ببلاش، ليه؟ عشان انت كنت ملتزم باللائحه. هل انت دلوقتي هتتعاقب عشان ملتزم باللائحه؟ هتتعاقب ازاي؟ بان يغير لك نظام الاستبدال؟ لا، ده ما يبقاش عدل. ده ما يبقاش اللي هيكون في صالح الكره المصريه. طب لو تعدلت اللائحه، مين اللي هيحاسب على الفاتوره دي؟ ما فيش غير اتحاد الكره بقى يعوض النادي الاهلي عن كم الملايين اللي كان ممكن يكسبها في التوقيت ده لو كان النظام الاول معروف، ما كانش خمس لاعبين بس. فكانت تصريحات مهمه من كابتن سيد عبد الحفيظ، تاكيدات عديده من قبل الصحافه المصريه النهارده بخصوص رفض النادي الاهلي، الرفض التام لتعديل لائحه الاستبدال في منتصف الموسم. وعايزين يا جماعه نمشي كويس بقى، احنا عانينا على مدار فتره فاتت وسنوات عديده كل شويه ايه تبتدي الموسم باللائحه وتغيرها في نص الموسم، عفوا معلش. ففي كل الاحوال لازم يكون في التزام بالجزئيه دي، وان شاء الله ما بقاش فيه تعديلات ولا حاجه، وان شاء الله يصمد مسؤولي اتحاد الكره امام كل الضغوط الكبيره من قبل عدد كبير من مسؤولي الانديه المختلفه بخصوص الاستبدال. طيب نكمل الخبر. عوده السوليه امام الاتحاد السكندري، خلاص الراجل موجود، ربيعه متاح على حسب تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده، واختبار طبي احسن موقف فتحي خلاص ايضا متاح. طيب
نروح لليوم السابع، الاهلي يرحب بانتقال جيرالدو للدوري الاماراتي في الشتاء. يا جماعه جيرالدو في حسابات النادي الاهلي، مفيش اي عرض رسمي جه للنادي بخصوص جيرالدو، فبالتالي الكلام ده غير حقيقي حتى الان طالما مفيش حاجه رسمي جت. تمام، نروح نكمل. الاحمر يجدد رفضه نظام الاستبدال، ده برضو نفس الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها. نروح للوطن وتقول مفاجاه، فايلر، ركز بقى، فايلر يطلب من الاهلي الاستغناء عن جمعه وجيرالدو، ادي اثنين، ومحسن ادي ثلاثه، وحمدي ادي اربعه، وكاتبين كمان في متن الخبر حسين السيد، ادي خمسه، خمس لعيبه، وانت هتضم لعيب واحد بس. تمام، هتضم لعيب واحد بس وعندك تحديات مختلفه، دوري كاس مصر، دوري ابطال افريقيا. فهل من المنطقي، احنا بنتكلم دلوقتي منطقيا، هل من المنطقي ان انا كفريق بنافس على كل البطولات استغنى عن في نص الموسم عن خمس لاعبين مثلا، مثلا زي ما هم كده قايلين في الخبر؟ لا، طب ما انا ممكن احافظ على بعضهم، تمام، طبقا في الاخر للرؤيه الفنيه للمدير الفني، بس انا ممكن احافظ على بعضهم ليه؟ عشان مش عارف ظروف ايه، ادي الاصابات بتيجي، ادي ضغط الماتشات زي ما حضراتكم شايفين، فكلها امور اكيد في اذان وحسابات الجهاز الفني والاداري بالنسبه للنادي الاهلي. لكن هذا الكم الهائل، الكلام ده كله غير حقيقي، غير حقيقي. صلاح جمعه موجود، مكمل مكمل، جيرالدو موجود، صلاح محسن موجود، عمار حمدي موجود، ممكن يكون في اتجاه عند عمار حمدي مثلا يطلع عرض ولا حاجه، لسه مش عارفين ان هو ما بيشاركش مثلا او كلام من ده، لسه مش عارفين، بس لازم تحط في الاعتبار ان عمار حمدي مش محسوب في القائمه بتاعتك، مش موجود في القائمه المحليه بتاعتك، ده لاعب ناشئ في النادي الاهلي بيتمرن مع الفريق الاول، فانت مش متضرر بوجوده، ممكن تلجأ له في بعض الفترات، فكلها قرارات خاصه بالجهاز الفني، لكن احنا بنحاول نقرا الامور، نحلل الامور كده اللي حوالين الفرقه مع حضراتكم عشان نتكلم بشكل اكثر منطقيه. طيب نكمل، نروح للدستور، والدستور بتتكلم على ان التخطيط اللي هي لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي بتقترح اسامه جلال في حاله فشل ضم المهاجم النيجيري، طبقا للخبر اللي في الدستور ان الاهلي قريب من التعاقد مع مهاجم نيجيري. بالمناسبه يا جماعه هم كاتبين برضو اليكي مثلا، بالمناسبه وده تاكيد بناكده لحضراتكم، مش اليكي بس اللي مطروح قدام النادي الاهلي، في عدد من اللاعبين لسه بيتم الاختيار، خطوات رسميه لسه ما اتخذتش، خطوات رسميه لسه ما اتخذتش، لما تتاخد الخطوات الرسميه هنعرفها باذن الله تعالى، لكن الامور فيها سريه جدا جدا جدا، زي موضوع التعاقد مع فايلر لو تفتكروا، احنا فوجئنا ان فايلر مدير فني من النادي الاهلي، كانت مفاجاه، كان السريه التامه هي سمه النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، لكن في كل الاحوال اللي انا متفق معاه قوي قوي في الجزء الاول من الخبر، مش متفق مع كلامه كهو بكام صح، لا انا بتكلم على طريقه العرض، يعني مثلا ايه التخطيط، بتقول لك ان احنا بنقترح اسامه جلال يكون موجود لو المهاجم ده مش هيجي، اكيد في اقتراحات من لجنه التخطيط، ممكن الاقتراحات تكون متوافقه جدا مع المدير الفني وممكن تكون فيها اختلاف مع المدير الفني، لكن في النهايه اللي بيختار هو الراجل اللي على راس القياده الفنيه، هو اللي سايق السفينه. تمام، فانت بتقول له مثلا خلي بالك احنا ممكن نجيب كذا او نجيب كذا، انت شايف ايه اللي انت شايفه اعمله، احنا في ظهرك، احنا بنساندك، ده اسلوب النادي الاهلي. فهنشوف على مدار الايام اللي جايه هل هيتم حسم صفقة مهاجم، ده الأقرب، هل هيتم حسم صفقة مدافع وده ممكن، هنشوف الدنيا هتستقر على إيه في النهاية. عايز أعلق على آخر خبر كمان، الأهرام المسائي وبيقول لك الأهلي على موعد مع الأزمات، ليه خير إيه بس اللي حصل، فايلر يتمسك بضم هداف أفريقي، حلو، والتخطيط تصر على قلب دفاع. طيب برضو عشان نوضح الأمور بشكل أكبر وتبقى الأمور كلها قدامكم كده معروفة، يا جماعة يا جماعة لجنة التخطيط دورها ايه؟ لجنة التخطيط للكرة دورها ان هي بتخطط لمستقبل كرة القدم في النادي الاهلي، ازاي؟ بتعرف او بتشوف عناصر مبشرة، عناصر ممكن تفيد النادي الاهلي، فبتحطهم كده قدامك، اللاعب ده كويس، اللاعب ده كويس، اللاعب ده كويس. وبعد كده تشوف المراكز اللي المدير الفني بيقول ان هو محتاجها، برضه بتشاور مع لجنة التخطيط، بناء على المراكز دي نشوف الاسماء اللي لجنة التخطيط بتقترحها او استقرت عليها او شايفه ان دول ممكن يكونوا مناسبين لشخصيه النادي الاهلي، فيتم الاختيار، ده لاعب رقم واحد جه اوكي، ما جاش يبقى لاعب رقم اثنين فلان الفلاني، هي الدنيا بتبقى ماشيه كده، لكن ازمه ان المدير الفني يبقى عايز لعيب ولجنه التخطيط مصره ان يجيب لعيب ثاني، ده مش موجود والله خالص خالص، يعني في فرق ما بين الخبر ده والخبر اللي قبليه، الخبر اللي قبليه موفق جدا، قال لك ايه؟ هات لي خبر قبليه معلش يا بيبو، الدستور، قال لك ان لجنه التخطيط بتقترح، بص المصطلح بتقترح، ده مصطلح موفق جدا، لكن بيقول لك في الأهرام المسائي إن الأهلي على موعد مع الأزمات، طب أزمات ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم الراجل بيقرر
لجنه التخطيط بتتشاور معاه وتقترح عليه بعض الاقتراحات لو هي ليها وجهه نظر مختلفه عن الراجل، وفي الاخر اللي بتنفذ اللي الراجل عايزه، لان اللي بيحاسب في الاخر المدير الفني. والنادي الاهلي دايما مع نهايه كل موسم بيبقى ايه؟ بقيمك مدير فني، اشوف انت عملت ايه، نتائجك، الكلام من ده. فانا مش هحط لك ازمات، مش هحط لك عقبات، مش هتقول لي هات لي فلان، لا هقول لك انا هجيب فلان. طب انا كده هبقى متحمل مسؤوليه. لا، معروف جدا شغل النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي بيبقى ماشي ازاي. طيب، دي بعض الاخبار تتعلق بالنادي الاهلي.